رحلتنا ابتدت بأحلام صغيرة، خذتنا الأماكن بعيدة، وكبرنا وكبرت ويانا. اليوم قدرت أحقق أحلامي وبدت رحلتي في مجموعة الإمارات. وصلت الأماكن ودروب بعيدة ما كنت أتصورها، عززت فيها مهاراتي وأدائي، قدرت أوازن بين وظيفتي وحياتي الخاصة وأعطي كل حقه. الفرص كثيرة، وكل يختار المجال اللي يناسب قدراته ويحقق طموحه. يجمعنا حب السفر والابتكار والإبداع، وهدفنا في النهاية رد الجميل للوطن. يوم عن يوم أتعلم شيء جديد يزيدني خبرة ويطور مهاراتي. أنا فخور لأني جزء من شركة لها تاريخها الرائد في مجال الطيران، وافتخر أكثر أني أساهم في بناء مستقبلها. وظيفتي فتحت لي أبواب جديدة، أتعلم وأعزز قدراتي كموظف وشخص طموح. تخطينا الحواجز وغيرنا نظرة المجتمع لمجالات كثيرة. وطننا هو عزتنا وأملنا، وعملنا هو بصمتنا وفخرنا. اللي كان بالأمس حلم صغير صار اليوم واقع أعيشه بكل تفاصيله، تفاصيل اللي بتتم حافز للإبداع والإنجاز وخدمة الوطن. هذه كانت رحلتنا، والحين دورك تبدأ رحلتك وتكون فخر لبلادك.